السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد. مدارس جيمس فاوندرز التعليمية ذات المستويات المتألقة في التعليم المتطور تقع في قلب إمارة دبي، وهي أحدث إضافة لمجموعة مدارس جيمس التعليمية والذي يبلغ عددها 30 في دبي و7 في أبوظبي العاصمة و4 في الشارقة و1 في الفجيرة، مما يبلغ مجموعهم في دولة الإمارات العربية المتحدة 42. أدعوكم لمشاركة رحلتنا عبر المناهج الدولية التي تزود الطلاب في دبي بمستوى عال من التعليم المتميز بأعلى المواصفات، والذي يخلق للغد الواعد مواطنين متميزين ومهتمين، حيث جعلت مدارس جيمس التعليمية هدفا لها جعل التعليم الجيد في متناول كل طفل وخلق مواطنين ناجحين ومهتمين. أنا ميس موافي، وسيطكم نحو التواصل المتميز مع كادر المدرسة بكافة أطرافها وأفراد طاقمها، وكذلك المسؤولة عن جودة إدراج الثقافة الإماراتية لتعزيز وتحقيق رؤية المدرسة، والتي تتمثل بتمكين الطالب من الحصول على التفرد والعقل ليكون مبدعاً وابتكارياً في حل المشكلات، مما يؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي في العالم الذي نعيش فيه. نحن مجموعة من عائلة جيمس التعليمية للمدارس الدولية، هي هيئة دولية تسعى إلى التميز في التعليم، مما يضمن أن يكون متاحاً لكل طفل في كل مكان، وقد أدى هذا السعي لتحقيق التميز إلى قيام مدارس جيمس التعليمية بوضع معايير جديدة في جميع أنحاء العالم، مع 4 مفاهيم أساسية للتعليم: التعلم من خلال الابتكار، والسعي إلى التميز، والنمو من خلال التعليم، والمواطنة العالمية. تبدأ مستويات التعليم لدينا من مراحل التأسيسية إلى طلاب السنة 11، وتنمو من في نهاية العام المقبل لتوفير التعليم من FS إلى Year 13. توفر قاعدتنا الطالبية متعددة الثقافات لمدرستنا أجواء دولية، ويقوم فريقنا المحترف برعاية وإلهام طلابنا ليصبحوا متعلمين مدى الحياة. المهمات الأساسية التي تقع فيها مسؤولياتي ومهماتي هي المسؤولية عن جودة إدراج الثقافة الإماراتية لتعزيز تحقيق رؤية المدرسة، معا لنلهم المتعلمين المبدعين الواعين الذين يقدرون التنوع ويدعمون بعضهم البعض ويسعون لتحقيق النجاح. أنا قائدة وجزء من فريق الإدارة، مهمتي وضع رؤية لإدراج ثقافة الإمارات العربية المتحدة في سياق روح المدرسة ورؤيتها، وأيضا قيادة وإدارة وتقييم توفير مناهج المدرسة فيما يتعلق بالثقافة الإماراتية، تقديم أيضا مساهمة كاملة في عمليات التخطيط وإدارة الموارد وتطوير السياسات وتنفيذها في جميع أنحاء المدرسة من خلال القيادة وإدارة الفعالة لجميع جوانب تطوير فهم أكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة. نحن هنا لتقديم مساهمة كاملة لضمان التوقعات والمعايير العالية في جميع جوانب الحياة المدرسية، مع التركيز الخاص على أطفالنا الإماراتيين، وأيضا العمل بمرونة في دعم التنظيم والإدارة اليومية للمدرسة. نحن هنا كحلقة توصل لإشراك الأولياء الإماراتيين للمساهمة في برنامج إدارة أداء المدرسة عند الاقتداء في جوانب دور الاتصال الإماراتي، وهناك 5 جوانب تمكن من تحقيق هذا الهدف، وهي التعزيز والضمان، تنمية الطلاب وتقديم وتقدمهم ورفاهيتهم، وأيضا قيادة التدريس والتعلم وإدارة السياسة في سياق مجال الموضوع، وأيضا إدارة الأفراد والفرق، إدارة الموارد، وتعزيز وتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة والأجندة الوطنية. وأيضا يتم مراحل قيادة سياسة التدريس والتعلم وإدارة السياسات في المشاركة في الكثير من الأعمال البطولية الإماراتية في دعم
تقدم وإنجازات ومواقف أطفالنا الإماراتيين، كما أن لي اختصاصا واضحا مع أولياء أمور الأطفال لإشراكهم في المدرسة. مثل هذه المسؤوليات تحتاج التخطيط لها وتقييمها بدقة، لذلك يجب تحمل مسؤولية الاستراتيجية عند الجودة والتماسك واستمرارية وأهمية المناهج والتدريس والتعلم في سياق توفير المدرسة وضمان وجود برنامج أساسي لخطط العمل التي يتم تصميمه ووضعه لتقديم جوانب عالية في جودة الدروس. سيعكس البرنامج أولويات المدرسة بأكملها وله صلة واضحة وروابط بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة واحتياجات المناهج الأبسة، وهذا من خلال الاتصال الفعال مع معلمي الفصل والموضوع فيها فيما يتعلق بتقديم الدروس ومراقبته وتتبع التخطيط والتقييم لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الرؤية والشعور باتجاهات المدرسة والمسؤولية عن الإجراءات المناسبة والتقييم والتسجيل والإبلاغ بالتنسيق مع رؤساء المدارس. ومن الأساسيات هو التأكد أن التعلم المنزلي يتم تقديمهم باستمرار عن طريق التحقيق بالانتظام مما يتم مشاركته وإنشاء مساحة تعليمية آمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن هنا كمدرسة نخطط لأول مسابقة إكسبو الابتكار، ونحن سنكون سعداء بمشاركة مع الشركات المحلية للحصول على الرعاية منكم لتعزيز وضمان تنمية الطلاب والتمثيل لدولة الإمارات العربية المتحدة والأجندة الوطنية لكل من المدرسة بأكملها والمجتمع أوسع. سأقوم بإرفاق البنود الأجندة الوطنية برسالة للإطلاع عليها للراغبين بها. وفي نهاية حديثي إليكم أقدم لكم أطيب التحية والتقدير، وأتمنى لكم سنة دراسية آمنة وسعيدة ومثمرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.